شوف الماجيكو بتاعنا قالي، وبعد كده نبقى نتكلم عن الناس اللي لما ابو تريكه بيتكلم من قطر بيجي لهم شياط هناك في 100 عقبه. فلسه لسه تقريبا تريكه حارق رغم انه مبطل كوره بقاله سنين، بس لسه الناس فاكرينه. شوف الماجيكو قالي. كده بتهاجمه ابو تريكه؟ هو انتوا لسه بتهاجموا اي حد بيقول كلمه حق؟ لا اله الا الله. كلنا كنا مبسوطين امبارح بالمنظر اللي كان فيه شرط الكباتن في الدوري الانجليزي. كنت مبسوط انت؟ طب انت كنت مبسوط؟ اه لو انت فاهم ان ابو تريكه راجع بقى يبقى انت لسه من الناس اللي فاهمين ان الحريه هي كده. مع نفسك اتكلم مع نفسك. لا هو في ناس بقت بتنسيك دينك اساسا، ابو تريكه هنا في بلدنا فعادي يا معلم، الحاجات دي بالنسبه لها كله بقى عادي. فتقول لك اللي قبل كده الظاهره دي ما كانتش، تقول لك سيبها ما تكلمش عنها وبتاع، لا ما تفك. الموضوع فعلا بقى اوفر قوي، الموضوع فعلا بقى اوفر قوي، اوفر 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 بجد. يعني الواحد امبارح كان مخنوق من ايكاي جندوجان لابس الشاره، كنت مخنوق من جورجينيو لابس الشاره، كنت مخنوق جدا بان انا اشوف لعيبه انا بحبهم لابسين شاره بشكل عامل زي ده. والصحفي الفرنسي اللي كان بيتكلم على الفضائح بتاع كره القدم كان بيتكلم ان في منظمات بتدعم الحاجات دي، وان اي لعيب بيطلع يقول ان انا كده بيجوا عاطين له فلوس عشان خاطر يدعموه، وبيطلبوا من لعيبه تانية ان هي تروح تدعمه في مقابل انها تديله فلوس. فالموضوع بقى مبالغ فيه بطريقه غير طبيعيه، كل ده عشان في شويه منظمات معاها فلوس وبتصرف، تصرف هنا في انجلترا، تصرف هنا في المانيا، تصرف هنا في فرنسا، وفي الاخر الظاهره عماله تكتر وتكبر، واحنا هنا كعالم عربي بدانا نبعد عن ديننا شويتين، فاي حاجه بالنسبه لنا بقت خطيره جدا بصراحه. يعني كمل يا مجنون. المشكلة ان هم لو ما شاركوش هيتنفخوا، الاعلام الانجليزي مش هيسيبهم والاعلام العالمي كمان مش هيسيبهم. فهم دلوقتي قدام خيارين، يشاركوا في حاجة هم مش عايزين يشاركوا فيها، يا لو ما شاركوش هينضروا. فهم دلوقتي الموضوع صعب جدا، الموضوع مش سهل، الموضوع مش مزاجي. ان شاء الله مش عايز العب في الجولة اللي بتدعم الناس دي دلوقتي وبعد كده العب في الماتشات اللي بعديها، لا الموضوع مش مزاجهم للاسف الشديد. دور اللعيبه العرب والمسلمين دي اتفق معاك فيها، انما علماء والشيوخ هنا في مصر او في العالم العربي مفيش حد بيصدقهم. كمل يا تريك كمل. الظاهره عكس فطره الانسان. اه يا عكس فطره الانسان. اي طبعا هيبقى شكلك وحش قوي لو حد من اهل بيتك سالك هو ايه العالم اللي محطوط ده؟ قول لهم عالم ايه؟ ده اذا كانوا مش عارفين اساسا. دور الاب والام والاخ ومحمد ودكتور طارق تصدى هذه الظاهره التي لا تناسب الاسلام وضد الفطره وديننا وكل الاديان بتنتهكها وبتحاربها، فخلي بالك او في ناس علقت على الكلام ده وقالت ان تريكا طب ما البلد اللي انت قاعد فيها في كاس العالم هتحط شارات عليها الوان كده. عايز اقول لهم سؤال يا حبيبي، لو انت مكان تريكا هتعمل ايه؟ هتقعد تتكلم على البلد اللي انت قاعد فيها؟ ولو اتكلمت على البلد اللي انت قاعد فيها انت عارف كويس قوي انك ما تقدرش ترجع بلدك علشان خاطر انت محطوط قوائم ارهاب، فانت لو مكان تريكا كنت هتعمل ايه؟ قول لي بس كنت، عشان انا بلاقي ناس كتيره جدا بتدعي المثليه على الراجل وبيقول لك احنا مثاليين والراجل طالما بيقول كده يبقى بيقول كده. انت لو مكانه تقدر تقول كده؟ طب اقول لك حاجه، تقدر تنتقد انت اي حاجه هنا في مصر لو راجل اعملها. عايز بقى ابو تريكه يطلع يتكلم هناك عن ان قطر برضه زيها زي رابطه الدوري الانجليزي؟ لا احنا بنتكلم على رابطه الدوري الانجليزي بعيد، انما لو اتكلمنا على قطر هيبقى شكلنا وحش، فخلينا نتكلم عن بعيد شويه. اه وبعدين لا تنسى ان احنا دلوقتي صالحنا قطر فما نخبطش. فاهم؟ فاهم؟ خلي بالك.
منك، وده اقتراح على الهواء، مفيش ترتيب ما بيني وما بين اداره القناه. في السنين القادمه، في السنين القادمه الجولتين دول لايف من غير استوديوهات. هو ممكن في السنين القادمه تكون انت مش موجود في ان اساسا، فهم كده كده هيستمروا برضو، ومش هيكونوا جولتين بس، بالحقيقة بالعكس كمان هنلاقي ان احنا في جولات بقوا مش جولتين، هنلاقي في 3-4 جولات لدعم الحاجات دي. وتطلع على صفارة الحاجة، سيبك بقى انت مش ضامن اللي بيحصل في المباراة، مش ضامنين هتقعد انت في ايه النهارده. فده اقتراح ممكن يقبل يناقش يرفض، انما دورنا ان احنا نتصدى لهذه الاقتراحات ونحاول نحل هذه المشكلة لانها ظاهرة خطيرة وهتفكر، والعالم ما بقتش تختشي. اه فعلا ما بقاش بيختشوا الموضوع بقى اوفر اوي، ده في ناس عندنا هنا في مصر طلعوا انتقدوا كلام ابو تريكه من الناس دي، طلع قال لك ايه الناس دي لسه عقولها متاخره، برضه لسه واخدين فكره عن العقول المتقدمه ان هي مجرد بلس 18، يعني هو بالنسبه لهم التقدم والحريه والازدهار لازم يكون بلس 18، انما نشتغل بقى ونتعب ونعمل مشاريع والكلام ده لا 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 لا، هذا تخلف. دي حموم انسان. ثانيا ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك والاديان بتكرمك وانت تمين نفسك ويقول لك حريه وحب انسان، لا لازم نتصدى ودورنا احنا كاعلاميين. لا هم عندنا برضه هنا زي ما بنتكلم ان هم ماسكين في حته الحريه دي، لو بسم الله ما شاء الله. ودور الشيوخ والعلماء، لا ما بقاش في شيوخ وعلماء يحترم رايهم دلوقتي للاسف في العالم العربي، فالموضوع بقى صعب انك تلاقي شيوخ وعلماء يتكلموا في كلام بالحاجات دي، بالعكس هتلاقيهم بيخافوا يتكلموا في الحاجات دي، هتلاقيهم بيتكلموا في حاجات تانية كتير جدا من اللي بتحب الانظمة العربية. دورنا احنا بس، دور الناس الموجودة اللي هنا. هم اللي بيحبها الانظمة العربية. انت دورك كبير ومش رسالة كورة فقط. اه الموضوع مش كورة خالص، الموضوع مش كورة خالص. وحاجة بتزود، ما هي المنظمات دي ما بتدفعش عشان خاطر الكوره بس، المنظمات دي بتدفع عشان خاطر تخش كل بيت وتدخل الفكره كل بيت، وبدل ما هم مليون السنه دي يبقى 10 السنه الجايه، بدل ما هم 10 السنه دي يبقوا 100 السنه الجايه، بدل ما هم 100 يبقى 200 السنه الجايه، وتخيل العالم كله كده. نتجوز احنا مين يا حبيبي؟ اه بيزيدوا فيها فعلا، كل ما الناس ما بتسكت بتلاقيهم بيزيدوا وبيزيدوا زيطه غير طبيعيه، اللي هو الموضوع كده بقى اوفر. اه يا جماعه الموضوع بجد بقى اوفر بطريقه غير طبيعيه. لا طبعا. والهجوم على ابو تريكه عشان بيقول كلام محترم زي ده برضو اكتر من الاوفر بطريقه غير طبيعيه، انا مش فاهم انتوا بتهاجموا تريكه على ايه؟ يعني انتوا نفسكم اللي تقدروش تقولوا الكلام ده حتى في تويتر. تريكه قال الكلام ده في بي ان سبورت قدام العالم كله، زي ما اتكلمنا في حته قطر، صعب جدا ان هو يتطرق لقطر ودعم قطر والمونديال والكلام ده، لان دي حاجات احنا لسه ما شفناهاش، انما هو بيتكلم على الحاجات اللي احنا شفناها، فانت ما تجيش تتجزأ الحاجه اللي انت عايزها وتهاجم تريكه بناء عليها. احنا موجودين، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا منكر لابد من ان احنا ننهيه، وفي نفس الوقت بنحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. اتمنى والله ان احنا فعلا نبقى امه بندافع عن عاداتنا وتقاليدنا وديننا ونرفض وجود المنكر ما بيننا، بس للاسف الشديد احنا وجود المنكر ما بيننا دلوقتي بقى اكتر بكتير جدا من الحاجات الايجابيه والحاجات الحلوه، احنا بنعدي حاجات كتير جدا سلبيه بنشوفها في حياتنا وسيئه بنشوفها في حياتنا لمجرد ان احنا ما بيهمناش، اللي هو طالما بعيد عني ماليش دعوه بيها. وجحا خير مسير وامثله جحا خير مسير. لا هم عندنا بقى في مصر يقول لك ايه كل بقى كله، احنا بناخد من انجلترا كل حاجه، كل حاجه بقى احنا بناخد من الغرب يا باشا كل حاجه من سنين، وما بناخدش غير الحاجات السيئه، يعني دي من زمان قوي عندنا في مصر، ما بناخدش اي حاجه من الغرب غير لما تكون سيئه، ويقول لك ايه دي حريه، ذيس از حريه، ذيس فريدم يا جدعان، اللي هو يا اخي انتوا فعلا الله خساره فيكم الفريدم دي. لان احنا هنا موجود في كاس العالم 2022 يقول لك ما انتوا عندكم طموح الخمر وعندكم طموح الناس الشرق، لا يا حبيبي شفت يا باشا شفت عادي، انت بس بتتكلم على ابو تريكه دورت انت بس على الحته اللي تعجبك في اول الفيديو ما كملتش الفيديو للاخر صح؟ كمل يا حبيبي الفيديو، كمل بابا الفيديو للاخر يا بابا، كان تريكه برضه جايب سيره قطر حبيبي كمل. زي ما احنا بنحترم ابو روح نحترم قوانينك. اه انت على احترم قوانين، زي ما احنا بنحب
بالظبط اهم رساله قطر ممكن توديها للعالم كله، ان احنا لسه رغم كل افكاركم دي احنا لسه متمسكين بقيمنا القديمه ولسه متمسكين بعاداتنا القديمه. اتمنى ان قطر توصل الرساله دي في كاس العالم قطر 2022، ما اتمناش ان قطر تروح معاهم في نفس السكه بتاعتهم. بالعكس والله تريكة، انت قلت حاجة مهمة جدا، اهم بكتير جدا من الساعتين تلاتة اللي بتتقعد على هوا في تحليل المباريات بتكون مش مستاهلة كل الافوارة دي. 4 دقايق وصلت فيهم حاجة كانت لازم توصل للناس، كان لازم الناس تسمعها عشان خاطر تبدأ تفكر فيها، بس احنا الحمد لله لا سمعنا ولا فكرنا، قلنا طالما الكلام جاي من ابو تريكة يبقى لا وحش يا بيه. ابو تريكة، ابو تريكة ده بيلعب الارهاب يا بيه، ابو تريكة ده مش عارف. الموضوع هنا في مصر بقى مرهق جدا جدا بجد والله يا جماعه، بقى مرهق انك تقول لاي حد اي حاجه كويسه، قول له على الحاجه اللي هو عايز يسمعها وخلاص، قول له ابو تريكه ده ارهابي؟ اه ارهابي. ابو تريكه بيضعف؟ مش انت عايز تسمع كده؟ اسمع كده، انك تقعد توعيه وتقول له شوف الكلام اللي ابو تريكه بيقوله والكلام ده وركز فيه بناء على ان انت شخص قاعد عاقل بتسمع، ما انت ركزت على ان انت زملكاوي وابو تريكه ده كان وكان وكان، لا ركز على ابو تريكه بيقوله بس في الاخر. هو ابو تريكه خلاص احنا متبرمجين على حاجه ابو تريكه بيقولها لنا ما بنسمعهاش، واحنا بقى من الناس اللي ابو تريكه لما بيقول لنا اي حاجه بنقعد نحطها تحت ميزان العقل، وفي الاخر بنشوف هل الراجل ده بيتكلم كلام حقيقي؟ لا هو بيتكلم حقيقي. الراجل ده بيقول كلام حلو؟ الراجل ده بيقول كلام حلو. الراجل ده بيقول كلام لازم يتسمع؟ اه بيقول كلام لازم يتسمع، حتى لو انت مخالف ابو تريكه في حاجات كان بيقولها زمان، بس انت لا انت دلوقتي لما كبرت بدات تفهم وتستوعب كل الكلام اللي ابو تريكه بيقوله، لان انت كل ما بتكبر كل ما بتنطق كل ما بتفكر بطريقه غير شويه. فاحنا زمان كنا ممكن نشوف ان ابو تريكه بيعمل حاجات كنا بنعتبرها اوفر، بس لما كبرنا عرفنا ان ابو تريكه لا، هو الراجل ده كده، الراجل ده بيقول كده، بيقول حاجات كده، الراجل ده رباني واللي مع ربه امر في امتى. بنتي ظهرت او نشات قدامي في المباراه وليس حبيت ان انا اتكلم فيها. الله شكرا ليها والله ان هي سالتك السؤال ده، احنا عندنا في مصر هنا عادي. بابا ايه ده؟ لا يا حبيبي ماليش دعوه، مالناش دعوه يا مهي. الفيديو طول بس هنعمل ايه؟ هذا تريكا وهذا الماجيك، وكل كلمه لازم يقولها لازم تقعد تسمعها كده وتفكر فيها وتقولها. هذا ابو تريكا، هذا حبنا لابو تريكا اللي بيخلينا نقعد نسمع ابو تريكا في اي حاجه بيقولها، حتى لو الفيديو لما يجيب مشاهدات عادي ما يجيبش مشاهدات، المهم ان احنا سمعنا ابو تريكا بيقول ايه. لو الفيديو ما عجبكش براحتك هذا رايك، ولو الفيديو عجبك فشكرا جزيلا لحضرتك، ولو عايز تعمل اشتراك في القناه فبراحتك، لو عايز تشتم وتسب فبراحتك برضه، اعمل كل اللي انت عايزه، هذه هي الحريه، ولكن الحريه بما لا تضر. يعني انت ما تنزلش تشتمني وتهزقني تحت وتقول لي والله انا حر، لا يا حبيبي انت كده مش حر، انت كده بتهزقني فعلا. فالحريه طول ما انت مش بتضر حد انت كويس، فهمت الكرسي بتاعك؟ انت حر ما لم تضر ولا لسه؟ صعب ان انا اوصل صعب.